أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سعودي تك. في هذه الحلقة سوف نستضيف أحد المتخصصين في أمن المعلومات لإلقاء المزيد من الضوء حول أهمية أمن المعلومات في تقنية المعلومات. يسعدني نستضيف في هذه الحلقة الدكتور خالد بن سليمان الغثبر، مدير مركز التميز لأمن المعلومات، وهو أحد الحاصلين على براءة الاختراع في أمن المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا بك دكتور. حياك الله. في البداية دعنا نتكلم عن أهمية أمن المعلومات، مدى أهميتها في مجال تقنية المعلومات، وكذلك التحديات التي تواجهها هذه التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مفهوم أمن المعلومات يعنى بحماية المعلومات حالة معالجتها وانتقالها وتخزينها، وذلك من خلال ثلاث محاور: سريتها، تكامليتها، تواجدها الدائم. لا أتوقع أنه يخفى على أي واحد أهمية أمن المعلومات، لكن يختلف من شخص إلى شخص في كيفية تطبيق أمن المعلومات في على مستوى شخصي أو مستوى قطاع العمل. القطاع أو مجال أمن المعلومات يواجه تحديات عديدة جدا، لعلي أذكر بعضا من هذه التحديات. هو ما نعيش الآن من انتشار واسع لتقنية المعلومات من حواسيب وبرامج، وهذا بحد ذاته يعطي ثقل أكبر لنشر الفيروسات والبرامج الخبيثة بشكل أسرع وفعال. النقطة الثانية اللي هو تعقيد البرامج، في مفهوم كل ما زاد عدد الأسطر برنامج معين، كل ما زاد تعقيده، كل ما زاد تعقيده صار من الأصعب أنك تتأكد من سلامته أمنيا. كذلك استعجال الشركات في تطوير البرامج ونشرها في الأسواق بدون التأكد التام من أمن المعلومات. الآن قد يكون برضو دخول شبكات الحاسب أو مجال الإنترنت عموما، لأنها أصبحت الوصول للمعلومة بسهلة، فلذلك كل ما تسهل المعلومة بالتأكيد تحتاج إلى ضمانات أن تضمن عدم وصولها لأيادي ناس آخرين. فقد تكون هذه برضو ساهمت في ارتفاع أو مطالبة في الكثير من الاحترازات الأمنية. وهذا يجرنا إلى بما أن شبكة الإنترنت متشابكة حول العالم، قد لا تخترق من شخص في الرياض، وإنما تخترق من شخص في تشيلي أو بالبرازيل، أبعد واحد في كرة أرضية ممكن يخترقك، وهذا يزيد من عدد المخترقين على الجهاز الواحد. دكتور، أنت ذكرت في البداية أن هناك ثلاث أساسيات اللي هي السرية، ونقصد بالسرية هذه بس بدنا نضفي عليها شويتين. لما نتكلم عن المعلومات نتكلم عن السرية. السرية معناتها عدم وصول المعلومة لشخص غير مصرح له. فهذه هناك احترازات أمنية على هذا. والثانية اللي هي التكاملية. ما نقصد بالتكاملية؟ التكاملية اللي هي لا نعني بالسرية هنا، نعني بالتكاملية اللي هي لما أرسل لك ملف يصل كاملا، يصل كاملا بدون تحريف. لذلك أنت لو ترسل رسالة أو معلومة أو أي شيء معين من جهة إلى جهة بتصل كما كانت، بدون طبعا ما تكون فيها تغيرات، لأنه قد يكون في ناس تتجسس عليها ومن ثم تعدل على هذه البيانات وتوهم الشخص المستقبل بأنها هذه هي الأصلية، ولكن هي ليست أصلية. هذه هي التكاملية. والثالثة اللي هي طبعا تواجدها، وهذا نعني فيه الأفيلابيليتي، تواجد المعلومة أو الخدمة اللي توفر المعلومة بشكل كامل دائم. ما يعني هذا؟ أنا ودي بس نضرب أمثلة يعني إذا سمحت لي. فلما نقول وجودها مثلا كموقع، إذا لازم يكون موجودة على مدار الساعة بشكل دائم. لو عدم وجودها أو لو اخترق أو لو أنه مثلا صار أي عطل، فهذه قد يكون ليس أفيلابل أو غير موجود. فلذلك هذه هي الثلاث أساسيات في أن تضمن السرية، وتضمن تكامل البيانات أو وصولها سليمة، وتضمن عدم أو ذكرنا أنها دائم متواجدة بشكل دائم. طيب دكتور، بالكثير لما نتكلم عن السكيورتي أو لما نتكلم عن الأمن، هي الحقيقة دائما تكلفتها عالية، قد تكون عالية لأن الناس لا تلمس مردود الأمن. يعني كما نعلم دائما الأشياء الأمنية يعني لا تحتاجها إلا في المصائب، فلذلك الناس دائما قد لا تبلي ما توليها بال، قد يكون في كثير من الأحيان. ودي نتكلم عن تكلفته وثمن غياب هذه التقنية. هو الأمن المعلومات مثل أي جانب من الجوانب الأمنية، حتى
حتى الأمنية مثل الشرطة، الدفاع المدني وما إلى ذلك، حتى الجيش ووزارة الدفاع وما إلى ذلك من الأمثلة الأمنية، هي تكاليف مباشرة على أي منظمة وعلى أي شخص. لكن هناك فوائد غير مباشرة لهذه التكاليف. أضرب على سبيل المثال ثلاث نقاط أساسية في الفوائد. الفائدة الأولى اللي هو تقليل المخاطر فيما لو حدثت لصارت تكاليف أو نتائجها وخيمة جدا. ولما أتكلم عن وخيمة ممكن تصير الخسائر التي تكبدتها الشركة أو الشخص أكبر من قيمة التكاليف في الأمن المعلومات اللي دفعناها في أول سنة. وقد تضطر بعض الشركات إلى الإفلاس بسبب ذلك، إما بتسرب معلومات العملاء أو بسمعة الشركة أو بوقوعها تحت طائلة أحد القوانين الصارمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هو أمن المعلومات عامل مساعد رئيسي في التطور المستمر. فلما نضمن أن أي مبادرة في تقنية المعلومات، أي برامج جديدة في تقنية المعلومات عنينا بأهمية أمن المعلومات فيها من البداية، فهذا يضمن أن استمرارها وعدم تأثرها بأي اختراقات أو أي وتطورها مستقبليا، يضمن تطورها مستقبليا. نعم. النقطة الثالثة اللي هو تفادي العقوبات القانونية. هناك عقوبات الآن في قوانين سنة في المملكة وسنة من قبل في جهات في دول أخرى. هو قانون الجرائم الإلكترونية الآن مطبق في المملكة، وهناك قوانين أخرى في بلدان متقدمة أكثر دقة باختلافات مختلفة. لعلي أذكر منها قانون هيبا اللي هو مختص بالسجلات الإلكترونية الطبية. طبعا جزء منه يعنى بأهمية حماية تلك السجلات الطبية. والعقوبات قد تصل إلى 250 ألف إذا تسربت أو إذا تسربت أو إذا تسربت وبان أن في إهمال في تطبيق أمن المعلومات، وقد يسجن الطبيب صاحب العيادة من جراء ذلك. طيب دكتور، في وضعنا الحالي الآن قد يكون في جهات عديدة الحقيقة، سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو أي جهة أخرى، قد يكون في غياب تام لتقنية أمن المعلومات. من المسؤول الآن في مراقبة هذا؟ هل يعني إحنا نعرف مثلا لو أخذنا سبيل مثال الدفاع المدني كما ذكرت، كنا نتحدث في السابق عن أن الدفاع المدني قد يكون موجود سنة كاملة ولا يحصل ولا حريق، ولكن لا بد أن يكون موجود. الآن الدفاع المدني برضه يقوم بمراقبة بعض الجهات اللي يعطيها تصريح. هل لدينا مثلا من يقوم بالتصريح للشركات هذه؟ يعني البنك مثلا، كيف أضمن البنك هذا أنه سكيور أو آمن؟ يعني هل فيه مينيمم أو فيه أقل حد من المتطلبات للشركات هذه عشان تستعمل في مجال تقنية المعلومات، أم هي متروكة للشركة؟ هو بشكل عام ما في مثل التصاريح اللي تكلمت عنها في نظام الدفاع المدني وما إلى ذلك، لكن تختلف من قطاع إلى قطاع. قد مؤسسة النقد تطبق بعض القوانين الصارمة على البنوك كحد أدنى، وكذلك الهيئة الاتصالات على بعض الجهات الاتصالات وتقنية المعلومات. لكن أرجع سؤالك، من المسؤول في المنظمة عن تطبيق أمن المعلومات؟ أنا أتوقع كلهم مسؤول بحسب الصلاحيات لديه. فالمدير المنظمة مسؤول عن توفير الميزانية والتوجيهات السليمة في تطبيق المعلومات. قطاع تقنية المعلومات مسؤول عن تطبيق معايير أمن المعلومات في المنظمة. وأي موظف مسؤول عن تطبيق السياسات والإجراءات التي أقرتها المنظمة في تطبيقها طبعا هي سلوكيات. قبل ما يكون ذكرنا سلوكيات، فبالتأكيد أن الفرد مسؤول عن سلوكه، فلو أساء السلوك قد يكون أمنيا غير لائق. لكن نتكلم عن التقنية الأمنية، هل هناك تقنيات موجودة مثلا على الأقل تؤمن الحد الأدنى من يعني كتقنية، يعني نأخذها كبرامج كمبيوتر أو تقوم بغض النظر عن السلوكيات؟ السلوكيات راح نتكلم عنها في الفقرة التالية، ولكن الآن نتكلم عن التقنية. هل هناك تقنية تفيد في الحد من الاختراقات أو الاختلاسات أو سماك؟ بكل تأكيد هناك عدة حلول أمنية ممكن تطبيقها في أمن المعلومات، تبدأ من الجدر الحماية اللي هي بوابة المنظمة على الإنترنت إلى كلمة المرور والاستخدام الأمثل لها، وما بين الشيئين هذولي عدة عوامل أو عدة معدات وبرامج ممكن تطبيقها. طيب بالنسبة للآن خلينا نجي لسلوكيات الأفراد، لأن يبدو أن الكثير من المشاكل الأمنية تبدأ من سلوك